يا دكتورة نورتي موقع صدى البلد، شرف كبير لينا إن احنا قاعدين مع حضرتك. في البداية خلي الكلام يبقى عام شوية. لو هنتكلم عن مناهج كليات الإعلام عموما اللي بتدرس في مصر، يعني هي ثابتة بقى لها فترة، هل حضرتك شايفة إنها محتاجة بقى تتغير دلوقتي وفقا للرؤية والتغيرات الجديدة، ولا لأ ممكن تستمر معانا شوية؟ لا طبعا أنا شايفة إنها محتاجة تتغير، ومش بس شايفة، إحنا بدأنا خطوات تنفيذية. إحنا حاليا مع بداية هذا العام هو بداية عام التعليم، احنا بدأنا نراجع كل خططنا الدراسية على مستوى الكلية ككل لسببين. السبب الأول لأن احنا عاوزين نواكب التطورات الهائلة اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا. احنا في السوشيال ميديا لازم تدرس، يعني السوشيال ميديا دي لازم تدرس كمنهج من المناهج اللي بتدرس في كلية الإعلام. ده السبب الأول، احنا نواكب التطورات الهائلة اللي بتحصل في مجال الإعلام، التكنولوجيا الإعلام. السبب الثاني إن احنا بنعد الكلية علشان هنقدم ان شاء الله على الاعتماد الدولي. احنا الحمد لله وصلنا على الاعتماد المحلي، والان بنقوم براجع كل خططنا الدراسيه على مستوى الكليه. هنعمل مؤتمرات علميه لمناقشه الخطه الجديده للكليه، وعلشان تمهيدا ان احنا نقدم ان شاء الله نحصل على الاعتماد الدولي عشان نبقى اول كليه اعلام في مصر حصلت باذن الله على الاعتماد الدولي من هيئه الاعتماد الامريكيه، ودي اكبر هيئه اعتماد ACE JMC، دي اكبر هيئه اعتماد لبرامج الاعلام في العالم. تمام، يعني قدامنا كم خطوه نوصل للمرحله دي؟ احنا الحقيقه بدانا من الفصل الدراسي الاول. الحقيقه يعني انا منذ ان توليت مهمه عماده الكليه كقائم باعمال عميد الكليه بدات على طول فورا، طرحت الفكره في مجلس الكليه، وكان في تشجيع من كل الحقيقه الاساتذه في الكليه، وشكلنا لجنه الاعتماد الدولي. سيبنا الاقسام برضو، لانك لازم تسيب كل قسم كل تخصص ان هو يطرح المقررات الجديده اللي المفروض انها تكون موجوده، وبس يعني اديناهم المعايير الخاصه بهيئه الاعتماد الامريكيه. هم لهم معاييرهم الخاصه بالنسبه لعدد ساعات المقررات اللي تكون في التخصص، عدد المقررات العامه، لان انت عارفه ان طالب الاعلام مش زي اي طالب. طالب الاعلام مش بس لازم يدرس التخصص، لا، ده لازم يكون عنده ثقافه عامه في كل المجالات. فهم حاطين معايير للبرامج اللي بتعتمد. احنا بعدنا المعايير دي للاقسام، الاقسام بدات. قسم العلاقات العامه على سبيل المثال خلاص قدم لنا الخطه المعدله، فابتدت عندنا شكلنا لجنه للاعتماد الدولي، وبدات اللجنه انها دلوقتي هتاخد الخطط اللي هي معدله، وهنحط الهيكل الجديد بقى للكليه. هيكون الهيكل بتاعنا الجديد ايه؟ التطور. احنا منتظرين طبعا ان شاء الله، يعني في غضون ايام قليله ان شاء الله قسم الاذاعه وقسم الصحافه هيبعتوا لنا الخطه المعدله، ومن خلال هنعمل لجنه الاعتماد الدولي هتطرح الخطه الجديده للكليه في مؤتمر علمي، ويتم مناقشتها بحضور الناس بقى الخبراء اللي في الفيلم الميديا بقى، انهم برضو يجوا يقولوا الانبوت بتاعهم. هم عاوزين برضو دول هم اللي بياخدوا الخريج بتاعنا. هم عاوزين في الخريج بتاعنا ايه؟ هل المقررات الجديده المطروحه دي بتلبي احتياجات سوق العمل ولا لا؟ تمام. فكره انه احنا عندنا اقبال كبير الفتره الاخيره على كليات الاعلام في مصر او دراسه الاعلام عموما، بس حضرتك مش شايفه ان في فجوه كبيره ما بين الكم اللي بيدخل والكم اللي بيخرج ما بيلاقيش فرص عمل، او ما بيكونش على قدر المسؤوليه ان هو يتولى، يعني حتى اللي بيلاقي فرصه ما بيكونش قد قدها؟ حضرتك شايفه ده يعني ازاي؟ بصي طبعا هو احنا عندنا يعني كل يوم، في مش كل يوم عشان ما بقاش في مبالغه، انما في باستمرار دايما في كليات اعلام جديده، في اقسام اعلام بتتفتح، في اقسام كذا. لكن خلينا نبص ان اقسام الاعلام الجديده اللي بيتم فتحها والموافقه على فتحها موجوده فين؟ هي مين لي هتلاقيها كلها في الاقاليم. وانا رايي ان ده اتجاه كويس من ناحيه ايه؟ ان الاقاليم دي لازم يكون عندها الكوادر بتاعتها اللي خريجه من الاقاليم دي، يعني المنيا اسيوط دول المفروض عندهم يبقى عندهم قنواتهم والكوادر بتوعهم اللي من البيئه نفسها. لكن مش المطلوب ابدا ان كليات الاعلام الموجوده في اقاليم مصر دي كلها انها تخرج كوادر عشان يشتغل في القاهره. القاهره فيها كلياتها اللي بتكفي وبزياده سوق العمل او احتياجات سوق العمل، لكن دول موجودين في اقاليم. الاقاليم دي محتاجه ان يكون لها كوادرها. اولا الميزه الثانيه مهمه جدا ان اللي من سوهاج ده هو عارف احتياجات البلد بتاعته، هو اللي يقدر يغطيها بشكل جيد. لما حد يكلفه بان ينزل يغطي موضوع هو عارف خلفياته، مش هيبتدي يقرا من جديد على احتياجات المحافظه دي او كده. صح، فهمتني؟ تمام.
كنت عايزه اعرف راي حضرتك لو طبقنا اختبارات قبول للكليه زي كليه فنون جميله وكليه فنون تطبيقيه، انت شايفه ده ممكن يخرج فعلا خريج يكون عنده مؤهلات افضل من كده؟ الحقيقه الفكره اللي انت بتقوليها دي مطروحه على مستوى لجنه قطاع الدراسات الاعلاميه وانا عضوه فيها، واحنا ده كان مطروح فعلا وابتدينا خطوات تركيزيه ان يكون في امتحانات قبول للطلاب، وفي خصوصا هيبداوا حتى بالكليات الحكوميه، المفروض لسه ما حددش تاريخ التنفيذ، انما في فكره احنا كلنا بنأيدها لان ده مهم، لان انا محتاجه مواصفات خاصه في طالب الاعلام، الى جانب طبعا المجموع انا محتاجه ان يكون في متوفر فيه بعض الصفات الخاصه. يمكن اختبارات القبول دي هتتيح ان احنا نختار الانسب لدراستي يعني. من حيث المهارات الشخصيه يعني، المهارات الشخصيه الثقافه العامه، لان انت محتاجه طالب كمان، مش احنا قلنا دلوقتي ان طالب الاعلام مش بس يكون شاطر في التخصص، لازم يكون ملم بما يدور حوله سواء في بلده او في العالم كله. ممكن فانت بتختاري ده. بصي اللي جاوب على ده طبعا هي رئيس لجنه قطاع الدراسات الاعلاميه، لكن احنا كلجنه قطاع بدانا خطوات يعني تنفيذيه للاعداد لموضوع امتحانات القبول، فهو موضوع مطروح وكثير من الخبراء في مجال الاعلام والاساتذه الاكاديميين بيأيدوا هذا الاقتراح. طيب كيف يمكن الفن للاعلام ان هو يساند المشروعات القوميه اللي بتقوم بها الدوله؟ يعني حضرتك شايفه ان هو متعاون الاعلام فعلا بيسند، ولا اوقات بيكون هدام في الفتره الحاليه؟ يمكن عشان احنا حاسين شويه ان في قصور من جانب الاعلام في ان هو يوضح المشروعات القوميه، ابعادها، ايه النتائج اللي هيتم الحصول عليها من بعد الانتهاء من تلك المشروعات. يمكن عشان في قصور من جانب الاعلام في ده، احنا في كليه الاعلام قلنا هناخد توجه، وجهنا كتير مشاريع التخرج، يمكن حتى ياسمين كانت سالتني هذا السؤال، وجهنا الطلبه في مشاريع التخرج ان انتوا ليه في مشاريع تخرجكم ما بتهتموش بالمشروعات القوميه؟ ليه ما نروحش ونخلي الشباب يروحوا بنفسهم ويغطوا هذه المشاريع ويقدموها بقى برؤيتهم، عارفه؟ ده هيساعد على ان انا ادعم الاتجاهات التنمويه عند الشباب دول منهم مصر، وهينقلوها افضل بكتير مما ينقلها الاعلام العادي، هينقلوها لزملائهم للشباب المصري. حضرتك مرشحه ان شاء الله لشباب العباده، اكيد حضرتك حاطه خطه مختلفه بقى الفتره اللي جايه، يعني محتاجين كده نعرف حضرتك ناويه على ايه؟ يعني انا موضوع طبعا الاعتماد الدولي ده بيحظى باهميه كبيره جدا في خطتي، يمكن هي الاهميه الكبرى، ده الهدف الرئيسي. لو قدرت ان انا اقود الكليه الى ان احنا يقبل الملف بتاعنا في الاعتماد الدولي ونحصل على الاعتماد الدولي، اعتقد ده يعتبر اكبر انجاز انا ابقى ساتيسفايد ان انا حققته في حياتي الوظيفيه. وانا الحقيقه بعتمد على ان انا خبرتي في هذا المجال، انا كنت في معارف جامعه الشارقه كنت عضوه في الفريق اللي قدم او جهز الفايلات للحصول على الاعتماد، وحصلنا فعلا على الاعتماد من هيئه الاعتماد الامريكي. فاتمنى ان انا اقدر افيد بخبرتي في هذا المجال في اني اساعد كليتي انها تحصل على الاعتماد الدولي عشان تبقى اول كليه اعلام في مصر حصلت على هذا الاعتماد. طبعا عشان نحصل على الاعتماد هي مش مشكله بس لوائح، يعني احنا محتاجين متطلبات الاعتماد اشياء اخرى كثيره، اشياء خاصه بالبنيه التحتيه في الكليه. احنا في مجال الفاسيلتيز الحقيقه نتفوق على كل كليات الاعلام، احنا عندنا 2 استوديو تلفزيوني، عندنا 3 استوديو اذاعي، عندنا مطبعه لطباعه صوت الجامعه، فاحنا من ناحيه الفاسيلتيز الحقيقه مؤهلين. في اشياء اخرى بقى، موضوع ان احنا عايزين في ربط الكتروني لكل ادارات الكليه، في ربط الكتروني بيننا، نحاول نستغنى تدريجيا عن موضوع الورق ده، في ربط الكتروني ان احنا شويه نبقى اكتر متبنين للتكنولوجيا في كل تعاملاتنا، ده من الاشياء اللي انا مركزه عليها. مهتميه برضو بموضوع البحث العلمي والبحوث الجماعيه، وبنشجع برضو البحوث الجماعيه، فده شيء مهم. مهتميه برضو بموضوع ان احنا نعطي حافز للشباب عندنا من الدكاتره ان هم ينشروا دولي، وبنديهم تقدير على ذلك، مش جوائز ماديه. احنا عندنا دكتوره حصلت على جائزه في مؤتمر دولي،
يعني كان في نوع من التقدير لها، ليس تقدير مادي ولكن تقدير ان احنا اتحنا لها فرصة انها هتروح المانيا تبقى استاذ لمدة اسبوع وتزور جامعة ماربرغ في المانيا، وفعلا يعني احنا زكيناها لدى الجامعة وتم قبولها. فده اعتقد ده اكبر تقدير ممكن نديه لباحث قدم بحث في المؤتمر الدولي حصل فيه على جائزة، وخصوصا انها كانت تنافس مع مجوز كلها باللغة الانجليزية، فطبعا لازم كان يكون لها تقدير خاص. فيعني الخطة فيها اشياء كثيرة كلها تصب في الحصول على الاعتماد الدولي. انا عندي سؤال ما اعرفش يعني اعذرين فيه لو في حته جهل او كده. انا احنا اكيد في كليات اعلام في معظم جامعات الدول الاخرى طبعا. هل في مجلس معين بيجمع كل كليات الاعلام او المسؤولين عن كليات الاعلام في كل الدول، نستفيد من تجارب بعض، نناقش مع بعض تطوير كليات الاعلام في كل العالم، نبص ان الدوله نجحت هنا في ايه وهنا حصلت مشكله في ايه؟ هل في مجلس كده؟ في في مش مجلس، في تحت مظله اتحاد الجامعات العربيه في جمعيات علميه، وفي جمعيه كليات الاعلام العربيه اللي انا اشرف ان انا امين عام لتلك الجمعيه. واحنا بنعمل ايفنتس مشتركه، يعني بنعمل كتير من المشاريع المشتركه بيننا. عندنا خطه يعني ان شاء الله سنويه هنبداها ان شاء الله بندوه عن مواقع التواصل الاجتماعي والامن المجتمعي، وده موضوع مهم. انت مهتمه جدا بالتواصل الاجتماعي؟ جدا طبعا، لان هو ده يعني موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والجوانب السلبيه بتاعتها، ده هو ده الحديث اللي على الساحه دلوقتي. فمهم جدا ان احنا نهتم بيه. وبعدين خلي بالك لما يكون على مستوى كليه الاعلام العربيه كل واحد هيتكلم في الموضوع من واقع خبرته ومن واقع تجربته، والتجارب بتختلف، يعني التجارب في الامارات تختلف عن التجربه في مصر، عن تختلف عن التجربه في السعوديه. فده هيكون ملتقى يضم كل الكليات، ده حاطينه في خطتنا السنويه ان شاء الله. هيكون عندنا كمان مهرجان لمشاريع التخرج، مهرجان مشترك لمشاريع التخرج في كل الدول العربيه، هتشارك فيه الطلبه من جميع الكليات، وهتكون هندي جوائز التميز. المنافسه دي دايما بتحقق الاجود، دايما بتحقق الاحسن في المستقبل. فده من المشاريع بتاعتنا، واحنا دايما في اجتماعات مجلس اداره الجمعيه اللي بيضم عمداء ورؤساء اقسام الاعلام في كل الدول العربيه، بتبقى فرصه لتبادل الاراء عشان نضع خطه افضل للمستقبل. كمان من الانجازات اللي حققناها ان صدر العدد الاول من مجله اتحاد الاذاعات العربيه لبحوث الاعلام والتكنولوجيا والاتصال، والحمد لله فيها بحوث من مختلف الدول العربيه، من السعوديه ومن الامارات ومن سلطنه عمان ومن الجزائر، من كل من مختلف الدول العربيه. فده ايضا مجله مختلفه عن المجلات اللي بتصدرها الكليات. ممكن رساله من حضرتك للطلاب اولا الموجودين وبيدرسوا حاليا في